عودتنا رئاسة الجمهورية بيطلب منا على أساس يكون احتكاك وتبادل وحوار بكل مسؤولية. كنا أذن ساغية ونقلنا هموم المواطن الجزائري وشفنا الإرادة ثابتة من أجل تعزيز قدرة الشرائية، والإجراءات الأخيرة اللي قام بها رئيس الجمهورية إلى دليل على الإسقاطات ما بين الإرادة والإدارة. تعرجنا على انخراط الشباب والمجتمع في العملية السياسية من أجل حماية وصيانة الوطن، والرئيس عازم على مواصلة هذا العمل من أجل تولي مسؤوليات للشباب، وهذه نقطة مهمة في إطار بروز هذه الشباب الجزائري في العملية السياسية، خاصة الرهانات والتحديات كعام اقتصادي، الذهاب إلى تصنيع، الذهاب إلى الصراع في الحياة، التنويع الاقتصادي، الذهاب إلى الصادرات. إذن ثقافة جديدة تريدها رئاسة الجمهورية بانخراط المجتمع الجزائري بكل أطيافه، ونحن كطبقة سياسية يجب أن ننخرط، لأن ولاؤنا الجزائر ثم الجزائر وفاء لروح الشهيد يلزمنا أننا نبقى على العهد ثابت، خاصة الموقف المشرف اللي يعبر فعلا على عقيدة وهوية المجتمع الجزائري في الدفاع على مقدساتنا في فلسطين. فرئيس الجمهورية يعبر فعلا كان مفخرة، اللي هي عقيدة نوفمبرية بامتياز. زيد على هذا أن هناك رهان دولي، الجزائر الآن بحاجة إلى لحمة وطنية في الدفاع على صيانة هذا الأرض، لأنه نحن كجزائريين كشركاء سياسيين أو مجتمع مدني، خلينا نقول كالشعب الجزائري، كلنا اقتداء بشهداء الأبرار أننا نحافظ ونصون هذه الأرض بالدم بالعرض، ولكن بالعلم وبالكفاءة وبالأخلاق.